بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نقتبس من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي عنه. أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالنظافة، وحثه صلى الله عليه وسلم على التنظف من آثار الطعام والشراب. روى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: قصوا أظافركم، وادفنوا أقلاماتكم، ونقوا براجمكم، ونظفوا لثاتكم من الطعام، واستاكوا ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. وروى الترمذي عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والمراد هنا الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين، لا الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء المفروضة، كما دل على ذلك حديث الترمذي عن ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. والحمد لله رب العالمين.